واليوم يوم جديد، حنروح مكان جديد اللي هو خمنوا، اقرعوا الطبول. حنروح جبل توتيل اللي هو من اهم المعالم اللي هنا في كسلة. يعني اول ما تقولوا كسلة على طول يجي في بال اي انسان توتيل. فاليوم حنروح نشوفه واصور لكم على قد ما اقدر مقاطع وبس. ورجاء اللي وصل هنا وما عمل لايك ولا عمل اشتراك ولا عمل اي حاجة تنضغط في الفيديو، اعملوا لايك. باي ذا واي، ايش رايكم انا والخلفية درجات البنفسجي؟ مع انه مش لوني المفضل بس لون صاحبتي المفضل، لكن حلو صح؟ على فكرة حساباتي موجودة تحت ديسكريبشن، فراح تلقوا اني انا منزل صورة انستغرام مال في توتيل او في الطلعة دي. المهم على العموم تروحوا تضيفوني في كل مكان، بس ترى والله حتستمتعوا وحتستفيدوا، وكله فيه عندنا فرفشة عندنا استهبال وعندنا جديات ونصايح وحكم وفلسفات. فروحوا تضيفوني عشان نستفيد كلنا. وعلى فكرة كمان البنات، بالذات البنات، انا قاعدة احاول اني اضيف سلسلة جديدة عندي على التيك توك لها علاقة بالبنات، فنزلت هناك طريقة مكياجي، وكمان نزلت طريقة لفات التوربان، وحنزل ريفيوهات لمنتجات انا استخدمتها قبل كده كلها على التيك توك. فروحوا سووا لي فولو في التيك توك عشان تستفيدوا كمان وتدعموني برضو هناك. جرب نقعد هنا شوي، يخوف. دخلت استنى صاحباتي الين ما يجوا. الحر اوكي. انا ترى على فكره قبل انا يعني كنت موجوده في كسالة مده، طب بشرط اشتري منك لكن تتصور معي. معي الصور؟ مالك؟ المهم انه ما حصل جيت الجبل، ما اعرف ليه، يعني على قد ما اني كنت هنا كتير بس ما جيت. فهذه اول مرة اجي، حاشوفه معاكم انا كمان. مع من ايش؟ من قش، تكون كذا قش و يعني تكون هي ابرد لما يكون في شمس. اوه في مناظر حلوة هناك. على حظ الحلو الجو حلو اليوم، الشمس تروح وتجي، وفي اسطورة. ازيك تصوري معي؟ طيب تصوري معي، راح تعالي. هاي يا حلوة، اسمك منو؟ سلافة. سلافة انتي؟ جمعية. منو؟ جمعية. اوكي كيفك يا انسان فخم؟ شايفين بلوزته مكتوب فيها انسان فخم، عشان كذا ما عايز يتصور معايا. لا خليها كذا، خليها عشان تظهر. خجلون. خلاص خلصنا. انسان فخم. المهم في اسطوره من الاساطير تقول انه اللي يشرب من مويه توتيل مهما عدى الزمن لازم يرجع مره ثانيه. ما ادري اذا صح ولا غلط، بس انا حنتبه ما اشرب مويه. يلا بينا نواصل.
الله هنا في حاجات حلوة. يا سلام، هذه أشياء شعبية. ترى عندنا كمان في أريتريا أشياء كذا تشبهها. استنوا خليني أقول لكم على أشياء. هذا وين؟ أوكي، هذا الشيء جواته فيه كمون اللي هو حبة سودة. ده شنو؟ بس ما تجيبه. خلاص كويس، يلا دش. يعني بتعمل شنو حبة؟ ولا بس كده للزينة؟ دواء؟ أصلا هي دواء في الأكل، لكن بعد ما تأكلها. وده الاثنين مع بعض. هنا في رشاد وفي حلبة. رشاد حلوة وحلبة. أيوة، بيخطوهم مع بعض هنا ليه؟ طيب عشان يدي منظر بس. أوكي، يعني ما زي الحبة سو. حتى هنا منظر بس سمسم جوا، مش؟ أيوة سمسم. سمسم وحاجات تانية. هو حبة سوداء عشان الشكل يبقى سودي هذا. الله، حلو حلو. أوكي. الله، هنا البارت الحلو. هذيك جبل. هنا في سفينة كمان. الله. المهم يا جماعة، هذه أشياء الجبنة اللي هي القهوة. طبعا بما انه اختكم في الإريترية، فحقوم ايش اسوي لك؟ احسن لكم ربط كده مع بعض، لانه اللي ما يعرف عندنا قبائل مشتركة بيننا وبين شرق السودان، فراح اوريكم الاشياء المشتركة، يعني الاشياء الشعبية. هذا كله الحين مشترك، احنا الاثنين يعني عندنا هذه الطقومات والاشياء للقهوة او للجبنة. اوكي، و دي كلها اشياء مشتركة بيناتنا. هذا اللي مبخرة، يعني شو شكله، كيف كيوت. واتوقع ده برضو مبخرة لو انا مش. وايوه، وهذا برضو شيء مشترك. شايفين هذا الشيء اللي فوق؟ نحط فيه الفحم. ايوه، شايفين هنا نحط الفحم وبعدين نسوي فيه القهوة، وهنا نحط فيه اشياء الجب. شفتوا الطقم اللي هنا؟ نقوم نحطه هنا ونشرب قهوتنا. هذه مبخرة برضو، شايفين كيف التصميم حقها؟ صراحة أول مرة أشوف زي كذا، إنه أتوقع يحطوا هنا لهذا بعدين يطلع من الفتحات هذه. الله الله الله، أنا ما أعرف إيش اسمه بالعربي، لكن هو صدف ولا صح اسمه كذا؟ صدف، لكن الصدف مو كذا. المهم محل عمو ده كيوت. وهنا في عندنا جبل. أنا قاعدة أشوف كذا من فوق الحين كثرة. دقيقة أوريكم. شايفين؟ إحنا واقفين على الجبل الحين، ولو طلعت أعلى كمان راح نشوف المنظر من أعلى، يعني فوق أكثر. اشتريت حبيبي، شكرا. نمشي نشوف هذا المحل. هذا ما أعرف إيش سوي فيه، بس كيوت برضو. مزهرية بالفخار، جت عيني عليها لأنها لونها كذا ألوان أحبها، الترابيات والبني والأشياء ذي. أوكي، هنقوم أوريكم الرسومات اللي هناك لأنها حلوة، يعني وتوصف اللبس التراثي الشرقي حق شرق السودان وبعض القبائل المشتركة اللي بيننا وبينهم. برضو عندنا نفس الشيء، فبروح أوريكم الرسومات اللي هناك. شايفين؟ هذا التوب واللبس. وهذه كسلة من مكان أعلى شوية.
الموضوع متعب. أنا عشان يعني مش رياضية يعني، لكن الموضوع شوية متعب. شفتوا كيف كيوت صح؟ شايفينه؟ في عليها فيسات. في بداية الفلوج كان في عنده حاجات تانية أكتر، بس هذه أكتر حاجة عجبتنا. أوه هنا كمان في أشياء. شوفوا. هذا برضو كيوت. طقم المحل الثاني اللي احنا رايحين فيه مكان اسمه الضريح. المهم حندخل جوا حصوركم هو تشوفوه. قصرت معكم، هذا اللي قدرت عليه. وطلعت الشريك شمس عليه كسر الجمال والقاش. هذا المكان شيخ بيتي مع 180 وما كملوا بناؤه، لأنه عندهم نبوة تقول إنه اللي راح يكمل بناؤه اسمه عثمان من أحفاد السيد الحسن أبو جلابية. فأصلا هذا الضريح كمان حق السيد حسن أبو جلابية، هو شخصية مهمة عندهم هناك. وهنا موجود جثمانه أو القبر حقه، هذه القبة المفتوحة من فوق برضو ما اكتمل بناءها. في تقريبا أحفاده أو أبنائه برضو مدفونين معه. هذا المكان اللي يسموه الضريح بالتحديد، وما حد يكون حوالينه بجزمته، يعني لازم تكون مفسخ. بس المكان أثري وجميل يعني حلو. وكذا وصلنا لنهاية الفلوج. لا تنسوا لكم تسوي اشتراك وتكتبوا لي رأيكم في الفيديو. هذا الجزء الأول، راح ينزل الجزء الثاني بعد إن شاء الله. فاللي مو مشترك اشترك واعملوا لايك للفيديو عشان تدعموني. وبس أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. مع السلامة.